كرائد الخضر رئيس الأبحاث في مجموعة إيكوتي، تشير السوق أساساً إلى أخبار إيجابية وإلى التفاؤل بالعام القادم، ويعني نوعاً ما وجود يعني النموذج أو النمط للاستهلاك وظهوره بشكل أكثر وضوحاً، عاد الطلب مجدداً إلى النفط لأنه يحقق نوعاً ما استقرار في أسعار النفط عند المستويات الحالية، وضعف الدولار الأمريكي الحالي يساعد أيضاً في تمكين أسعار النفط من أنها تبقى مستقرة. يعني الدولار الأمريكي كمان عند أدنى مستويات وهو مقيم لسعر النفط. إذن الأنظار تتجه بالفترة القادمة إلى أنه عندي فاكسينز أكثر، عندي اللقاحات يتم توزيعها وديستريبيوشن، في عندي يعني رغبة بالاستثمار والتوسع والتنشيط وضعف الدولار، يعني كل العوامل تصب في صالح المزيد من المكاسب ربما على على الأقل استقرار فوق 46 دولار للدبليو تي آي، وفتح مزيد من الآفاق نحو 52 و... وهي مستويات جيدة للمنتجين يعني بكل تأكيد، هي أسعار جيدة جدا. كنا يعني حققنا توازنا سعريا في العام الماضي عند مستويات 33 و34 واستقرت كثيرا عند تلك المستويات. الآن نضيف حوالي 10 دولارات على البرميل على الرغم من يعني استمرار الجائحة. يعني حتى أفضل المتفائلين لم يكن يتوقع هذه الأسعار في هذا التوقيت، وعلى كل حال يعني واضح أن أمال اللقاح هي التي تنعش كل شيء. ولكن رأيت جدا أسألك عن الذهب، لأن كنا نستعرض منذ قليل يعني الذهب وعلاقة أيضا الدولار الأمريكي وتراجع الدولار. هل تعتقد أن ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية من قبل البنوك المركزية، مشتريات أصول وتيسير كمي وما إلى ذلك، قد يدفع الذهب للعودة للارتفاع من جديد؟ يعني نحن عم نتحدث على أنه هناك سيولة تم ضخها بشكل كبير، ولكن هل كانت هذه السيولة التي تم ضخها بالتوقعات السلبية التي كانت لها مسبقا؟ يعني هل أثرت هذه السيولة الرخيصة أو القروض الرخيصة بالشكل السلبي الذي كنا نتوقع فيه انفجار مستويات التضخم وارتفاع حاد في مستويات التضخم بشكل كبير؟ هو تضخم حتى أصول لم يحدث ذلك، لأن الأسواق تحتاج هذه السيولة التي تم ضخها، وهي يتم توظيفها على الأقل لتخفيف الأثار السلبية السابقة، ولم تفعل بعد عامل الهايبر انفليشن أو التضخم الجامح أو الخارج عن السيطرة. بالتالي قد يستفيد الذهب مؤقتا في الوقت الراهن، ولكن لا نتوقع القفزات الكبيرة حتى الآن، لأنه كل ما يتم ضخه يعني تمتصه. أنت لست من المتفائلين بعودة الذهب فوق مستويات 2000؟ قد يحدث هذا الأمر العام القادم، ولكن لا نتوقع أن يكون في عندي انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب بنتيجة مستويات التضخم. يعني أنت لست وحدك في ذلك رائد، يعني ربما الأرقام تشير حتى صناديق الاستثمار المتداولة ETFs تخرجت من الذهب بوتيرة عالية خلال الفترة بعد 9 أشهر من التدفقات المستمرة الإيجابية يعني بلس للصناديق المقيمة للذهب أو التي تداول الذهب، بدأنا نرى تراجعات في التدفقات النقدية وتخارجات كذلك الأمر. إذن يوجد فرص استثمارية أكثر. يعني كيف تفسر تحرك الذهب بالأمس؟ يعني الذهب بالأمس كان ارتفع بشكل جيد على بشكل يومي. حركة الذهب هي ضعف دولار أمريكي أكثر من أن يكون في عندي طلب حقيقي على أسعار الذهب. بلا شك القلق أو التوقعات السلبية بعض الشيء أو التراجعات السلبية في بعض القراءات ممكن أن يكون لها تأثير في توجيه بعض السيولة، وأيضا مع اقترابنا أكثر لموسم الأعياد والتخرجات بشكل عام ممكن أن يكون البحث عن ملاذات آمنة لغرض الخروج من التذبذبات حادة النطاق أو واسعة النطاق نتيجة السيولة المنخفضة التي قد تحدث في الأسواق كانت سببا في تعزيز عودة الذهب. ولكن الملفت للأنظار أن الذهب ما لمس مستويات متدنية دون مستويات 1800 دولار للأونصة عاد سريعا ويحقق مستويات قريبة حتى اقترب من 1900 دولار للأونصة، وهذا يؤكد أن ما يقيم الذهب حاليا أو ما يحرك الذهب هو ضعف الدولار الأمريكي قبل كل شيء وعامل التضخم الذي يرفع أسعار الأصول المقيمة بالدولار الأمريكي. يعني لم يعد أمام المستثمر سوى أسواق الأسهم تقريبا، لأنه حتى السندات العوائد لازالت ضعيفة للغاية وعوائد سالبة، يعني خلاص أسواق الأسهم فقط الأسهم هو ويتجه إليها بانتقائية كذلك الأمر. يعني كان لدينا هناك توجه عام مع خروجنا من الأزمة بعض الشيء وضخ السيولة التي حدثت من قبل البنوك المركزية توجه بشكل مباشر نحو الأسهم لأنها راح تستفيد بشكل مباشر بنتيجة ارتفاع مستويات التضخم أو وجود السيولة الرخيصة، لكن الأسهم يعني أعتقد انتقائية بعض الشيء حاليا. أنا أشكرك رائد الخضر رئيس الأبحاث في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.